دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ کھوکھڑا والو آپ لوگ ساتھ دیں ایک مرتبہ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ کہ دریا دریا مصاحب نمبر تین دو رحمت اللہ سعید الحق صاحب رحمت اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تعمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير في الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شية فيها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم التي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم